شرف لاي حد النادي الاهلي يروح يلعبه. طبعا بحب ابارك طبعا لجمهور النادي الاهلي النجمه الرابعه وكابتن حمودي طبعا عمال يشاور لي طبعا. كابتن حمودي ايه؟ باكل لب مش هينفع والله باكل لب. هجيلك. اتفضل يا كابتن صبري. ومبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي النجمه الرابعه، ومبروك للعيبه برضه تعب السنه دي وعمل موسم طويل. بنبارك لهم ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه نحاول نركز في افريقيا اكتر واكتر، ونحاول ناخدها ان شاء الله تكون التاسعه باذن الله، وكاس مصر باذن الله ان شاء الله يعني نظهر بشكل كويس في المباراه اللي جايه في الدوري ان شاء الله. دخلتني بسرعه في مباريات الدوري والمباركه للنجم الرابعه، بس البدايه يعني طبعا انت شايف انك لما يبقى النادي الاهلي مطلوب في المباريات الخليجيه وفي العربيه وفي الدوليه شيء ايجابي انت